أعلنت السلطات الكولومبية وفاة 3 أشخاص كانوا مصابين بفيروس زيكا، مشيرة إلى أن الضحايا 3 كانوا يحملون أعراض متلازمة التهاب الأعصاب الحاد. وزير الصحة الكولومبي أعرب عن اعتقاده بوجود رابط بين الفيروس والمتلازمة التي تصيب الجذور العصبية. لدينا 3 حالات وفاة مرتبطة بمتلازمة التهاب الأعصاب الحاد، الحالات 3 كانت مصابة بزيكا، وهو ما يستدعي القلق. ويعتبر البعوض الناقل المعروف لفيروس زيكا الذي ينتشر بسرعة كبيرة في دول بأمريكا اللاتينية، لا سيما البرازيل التي دعت رئيستها ديلما روسيف الشعب إلى شن حرب ضد البعوض الناقل للفيروس. في 13 فبراير نعتزم اشتراك 220 ألف عنصر من القوات المسلحة والعاملين في قطاع الصحة بالدولة وعلماء الأوبئة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية وجود نحو 1.5 مليون شخص مصاب بالفيروس في البرازيل، ويعتقد العلماء بأن الفيروس وراء تشوهات الأجنة حديث الولادة التي أصيبت أمهاتهم أثناء فترة الحملة.